بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نتوجه إليك بضعفائنا وفقرائنا ومساكيننا وعبادنا وصالحينا، أن تفرج الكرب عنا وعن المكروبين يا رب العالمين. برحمتك أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين وفرج الكرب عني وعنا وعن المسلمين، واجبر كسر المكسورين. يا أرحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم خلصنا من الظالمين، اللهم انزه فتيل الفتنة من بيننا يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ونجعلك في نحور أعدائنا يا رب العالمين. خلصنا منهم بفضلك وكرمك وقهرك يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وارزقنا الحكمة يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وفقنا يا رب لما تحب وترضى وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في أحكام اللقيط. اللقيط اللي هو الطفل اللي تلاقيه في الشارع، له أحكام لأنه هو تابع لأحكام اللقطة، فاللقطة قد تكون مال وقد تكون إنسان وقد تكون حيوان. فلما تكلم على أنواع اللقطة المختلفة بقي لقطة الإنسان، أن تلتقط إنسانا صغيرا، فهذا يسمى لقيط بمعنى ملقوط، فعيل بمعنى مفعول. يقول في الهامش: فصل في أحكام اللقيط وهو صبي منبوذ لا كافل له من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما. ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ. وإذا وجد لقيط بمعنى ملقوط بقارعة الطريق فأخذه منها، وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، ولو علم به واحد فقد تعين عليه. ويجب، يعني تعين عليه التقاطه وتربيته وكفالته، ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه. في اللقطة غير لقطة الصبي، في لقطة المال مثلا الإشهاد يستحب ولا يجب، لكن هنا في لقطة الصبي يجب الإشهاد. يبقى في أي لقطة أخرى غير لقطة الصبي والمجنون الذي لا كافل له يجب الإشهاد في لقطة الصبي والمجنون، ويستحب الإشهاد في غيرها من أنواع اللقطة. ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه، وقوله الأصح يدل على أنك هناك وجه آخر بعدم وجوبها كسائر اللقطات. وأشار المصنف لشرط الملتقط بقوله: ولا يقر اللقيط إلا بيد أمين حر مسلم رشيد، فإن وجد معه أي اللقيط مال
أنفق عليه الحاكم منه، ولا ينفق الملتقط عليه منه، يعني من المال اللي مع اللقيط، إلا بإذن الحاكم. وإن لم يوجد معه أي اللقيط مال، فنفقته كائنة في بيت المال، إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطاء، يعني يا إما في بيت المال يا إما في أوقاف أوقفها بعض الأغنياء للنفقة على اللقطاء، يا إما يأخذ من هذه الأوقاف يا إما يأخذ من إيه؟ من بيت مال المسلمين لينفق عليه. فإن تبرع هو بالنفقة عليه فبها ونعمة. نقول في الشرح، نقرأ حاشية الشيخ البيجوري على من سبق، يقول: فصل في أحكام اللقيط كوجوب أخذه. يبقى أخذه واجب، إنما غير الإنسان اللقيط لا يجب أخذه، هو أصلا مخير يأخذه أو ما يأخذهاش، لكن في اللقيط يجب أخذه، لأن لو تركه يضيع يموت. كوجوب أخذه وتربيته وكفالته، ويسمى ملقوطا كما يسمى لقيطا باعتبار وسط أمره، وداعيا بوزن بغي باعتبار آخرة أمره. هو في أوله اسمه منبوذ، لأنك بتلاقيه منبوذ في الشارع، ولما بيجده إنسان بيلتقطه فيسمى لقيط، أدي وسط أمره. وآخر أمره داعي، لأنه مش منسوب ليه، مش ابنه، يدعى له ولكن ليس ابنه. وعلشان كده ليه ثلاث أحوال: أول حال أمره منبوذ في الطريق، وسط أمره يلتقطه لاقط يسمى لقيط، آخر أمره داعي، يعني يدعى إلى غير أقاربه لأنه ما نعرفش نسبه. واضح؟ فهمت المسألة؟ كما يسمى لقيطا باعتبار وسط أمره، وداعيا بوزن بغي باعتبار آخرة أمره، لأن غيره قد يدعيه، ومنبوذا أي مطروحا باعتبار أول أمره. والأصل فيه قوله تعالى: وافعلوا الخير، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأركان اللقط الشرعي، وهو اللقط المستكمل للشروط، لقط لغوي وهو مطلق الأخذ. يبقى إيه أركانها؟ إيه لقط اللي هو الأخذ نفسه، ولاقط وملقوط، ثلاث حاجات مش كده برضو؟ اللاقط اللي هو الإنسان اللي حيلتقط، والملقوط اللي هو المنبوذ، والعملية الأخذ نفسها اسمها اللقط. هذه الأركان الثلاثة: لقط لغوي وهو مطلق الأخذ، فاندفع بهذا الاعتراض بأن في ذلك جعل الشيء ركنا لنفسه، ولاقط وملقوط، الركنين التانيين لاقط وملقوط. وقد ذكر المصنف الملقوط بقوله: وإذا وجد لقيط، إلى آخره، واللقط بقوله: فأخذه، إلى آخره، واللاقط بقوله: ولا يقر إلا بيد أمين. فلذلك قال المحشي: وستأتي، يعني الأركان هتأتي. قوله: وهو أي اللقيط، وقوله: صبي أي أو مجنون، أخذا مما بعده. والمراد بالصبي المعنى الشامل للصبية وهو الصغير، للصبية وهو الصغير، ولو مميزا لاحتياجه إلى التعهد. يبقى الصبي المعنى الشامل للصبية وهو الصغير، ولو مميزا لاحتياجه إلى التعهد. وقوله: منبوذ أي مطروح على أبواب المساجد ونحوها. وقوله: لا كافل له أي معلوم. ولذلك قال في شرح البهجة: إنه الصغير الضائع الذي لا يعلم له كافل،
بأن لم يكن له كافل أصلا أو له كافل غير معلوم. وقوله من أب إلى آخره بيان للكافل المنفي ليس له كافل. وإيه هو من الذين يكفلون؟ الأب أو الجد أو الولي في غيابهما. من أب إلى آخره بيان للكافل المنفي. وقول أو جد أي عند فقد الأب. وقوله أو ما يقوم مقامهما أي كالوصي والقيم. قول ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ هو المعتمد، فكان عليه أن يقول في التعريف صبي أو مجنون مرة واحدة، يعني عشان يدخل المجنون معه مرة واحدة. فكان عليه أن يقول في التعريف صبي أو مجنون لا كافل له معلوم، كما قال في المنهج، المنهج للشيخ زكريا الأنصاري اختصرها وقال إيه؟ قال لا كافل صبي أو مجنون لا كافل له معلوم كما في المنهج. ولعل اقتصاره على الصبي في التعريف لأنه الأغلب، يعني هنا اقتصر على الصبي في الشرح اللي هو ابن قاسم الغزي في التعريف على أن ده الغالب الأعم، إنما المجنون ده في النادر. قوله إذا وجد بالبناء للمفعول، وقوله لقيط بمعنى ملقوط ففاعيل بمعنى مفعول، وقوله بقارعة الطريق أي بوسطه أو أعلاه أو صدره أو ما برز منه، سمي بذلك لقرعه بالنعال. وهذا التفسير بحسب الأصل، والمراد هنا مطلق الطريق أي بقارعة هي الطريق، فالإضافة بيانية، بل المراد ما هو أعم من ذلك فيشمل أبواب المساجد ونحوها، يعني مش شرط بقارعة الطريق، يعني في أي مكان لا يوجد له كافل تجده بقى إن شاء الله، حتى تجده في مزبلة، تجده في مسجد، تجده في بئر استلم، تجده في أي مكان، حتى في بئر أو على يعني في مكان مغطى لا يوجد فيه إنسان وجدته قدرا، كل ده يبقى ما يشترطش أن يبقى في قارعة الطريق عشان يبقى. لكن هو قال في قارعة الطريق على سبيل الغالب الأعم برضه. قول فأخذه أي الذي هو لقطه وهو الذي عبر به غيره. وقول وتربيته أي تعهده، أي تعهده بما يصلحه. وكفالته عطف عام على خاص لشمولها لحفظه، وما يصلحه لشمولها لحفظه وما يصلحه. وعلم من ذلك أنه ليس المراد بالكفالة هنا الحضانة، وإن كانت تسمى كفالة، لأن الحضانة هناخدها احنا في موضوع ايه الطلاق بعد كده، لكن هنا بتسمى كفالة، لكنها هي بتؤدي نفس المطلوب من الحضانة، بتؤدى في الكفالة أيضا. حكم أخذه إيه بقى؟ تربيته وكفالته واجبة على الكفاية. قوله واجبة أي المذكورات من الأمور الثلاثة، وغلب الأخيرين منها على الأول مع كونه مذكرا. شوف فأخذه ده مذكر، تربيته مؤنث، كفالته مؤنث، فقال في الآخر إيه؟ واجبة النسبة، ما قالش واجب. ليه؟ لأنه الاثنين مؤنثين واحدة مذكرة، فإيه فغلب الاثنين دول فقال واجب. لكن هي ممكن نقول أخذه واجب وتربيته واجبة وكفالته واجبة، فلما جمع مذكر مع مؤنثين خلى الحكم على التأنيث للغلبة. قوله واجب أي المذكورات من الأمور الثلاثة، وغلب الأخيرين اللي هي تربيته وكفالته لأنه مؤنثين منها على الأول اللي يأخذه مع كونه مذكرا، وإنما وجب لقطه لحفظ نفسه ونسبه، ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره. وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها، احنا قلنا في اللقطة غير الإنسان أو المجنون يستحق، يعني هو مخير يلتقطها أو لا يلتقطها،
لكن هنا قلنا واجب، ادي عشان كده يقول لك فارق اللقطه بان المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل اليه. هو احنا قلنا له مخير ليه في اللقطه اللي هي المال والغيره؟ لان هي نفسه اصلا بتميل انه ياخدها لانها مال يستفيد بيه، فعلشان نفسه مياله ليها قلنا له انت مخير لان عارفين انه هياخدها. انما الصبي لما نقول له انت مخير وتكلفه نفقه عليه كتيره وسنوات الحضانه فيها طويله ومجهود، فيقوم الشرع يعني النفس تنفر من هذا، يقوم الشرع يجزم بيها يقول له لا اوجبها بقى حتى لا يضعف نفسه ويتركه فيموت ويهلك. ففي اللقطه لغلبه الاكتساب وحب التملك فيها الشرع خيره، عشان طبيعته نفسه هتعود التخيير الى انه غالبا هياخدها. انما في الانسان اللي بيلتقط لنفور النفس عن القيام باعباء التقاطه وتربيته وكفالته يقوم ايه يقول له لا ده واجب عليك لقطه. حيث لا يجب لقطها في اللقطه بان المغلب فيها اللي هي اللقطه الاكتساب والنفس تميل اليه، الاكتساب اللي هو التملك يعني والحيازة، فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطن. احنا نقول النكاح ليه سنة؟ لانه هو عنده غريزة بتخليه يميل للنساء، فهو هيعملها حتى لو سنة، لانه عنده ميل نفسي طبعي واضح. وكذا الوطن بنقول له يستحب انه يطأ زوجته، مش واجب عليه انه يطأ زوجته، هو واجب بس انه يبيت معاه، لكن مش واجب عليه انه هو يطأ. ليه ما قلناش واجب وقلنا يستحب؟ لان هو ميله الطبيعي هيعمل كده، واضح. فليبقى الشرع لما يبقى فيه مسوغ قوي يقوم يخفف الحكم، لان المسوغ ده هيتعمل واضح. فانه استغنى بميل النفس اليهما عن الوجوب قياسا يعني عن النكاح والوطن، لان احنا عندنا النكاح حكمه في الشرع عند الشافعيه في الغالب الاعم انه سنه، وان كان يعني يحتمل الأحكام الخمسة، ممكن يبقى مباح وممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مكروه وممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب، بس في الغالب العام هو مستحب. وهنبقى أما ناخد باب النكاح هنقول إمتى يبقى النكاح حرام وإمتى النكاح يبقى واجب وإمتى يبقى مكروه وإمتى يبقى مستحب وإمتى يبقى مباح، يعني مستوى الطرفين. الوجوب هنا وجوب عيني ولا على الكفاية؟ وجوب على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخر. على الكفاية أي إن علم به أكثر من واحد اثنان فأكثر، أخذا من قول الشارح ولو علم به واحد فقد تعين عليه. لكن التعين أما بنقول بقى فرض عين على الواحد فقط، لأن الواحد ده هو الوحيد اللي لقاه. يعني افرض احنا خمسة ستة ماشيين في الشارع فلاقينا طفل، يبقى واجب على واحد فينا ياخده يكفله. لكن لو هو ماشي منفردا وليس معه احد في مكان مهجور فوجد الطفل، يبقى تعين عليه ان ياخذه، واضح. يبقى التعين ده عرضي يعني لشيء عارض لكونه منفرد، اما لو كان معه غيره فهيبقى على الكفايه. ادي معنى ايه عرضي، لكن التعين عرضي، وإلا فهو فرض كفاية أصالة، يعني أصله كده فرض كفاية. سمي بذلك يعني سمي فرض كفاية لأنه إذا قام به البعض كفى، ولذلك قال الشارح فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي، بخلاف ما إذا التقطه بعض من هو ليس أهلا لحضانة اللقيط. دلوقتي ساعات يلتقط اللقيط ده عصابات تربيه عشان يطلع حرام، وتربيه علشان يطلع يوزع مخدرات او يشتغل في امور غير مباحه، او تربيه عشان تبيع اعضائه وتتاجر فيه، يبقى ده غير اهل، ده هذا الانسان او هذه العصابه غير اهل انها تقوم بكفالته، يبقى يجب اخذه منهم. الحاكم يجب ان هو يتسلط عليهم وياخذه منهم، واضح. بخلاف ما إذا التقطه بعض من هو ليس أهلا لحضانة اللقيط لعدم الاعتداد بالتقاطه،
فلا يسقط الإثم به عن الباقي. يعني لو خد واحد فاسق يظل الإثم على الكل، لحد ما ناخده من إيد الفاسق من إيد الواحد عدل مؤتمن عشان يربيه تربية حسنة. احنا عندنا دلوقتي أولاد الشوارع قضية كبيرة، يعني في مصر على الأقل القاهرة بس في على الأقل حوالي 1.5 مليون طفل شارع في محافظة القاهرة بس، ويأسم أهل القاهرة كلهم لحد ما يجمعوهم في أماكن يربوهم، لأن هم دول اللي بيبقوا بذرة البلطجي والحرامي والمدمن والشذوذ وكل الحاجات دي كلها بذرة لهؤلاء. فيجب على أهل مصر والجمعيات الخيرية المختلفة إنها والشؤون الاجتماعية وغيرها تتكاتف وتحل هذه الأزمة، وإلا يأثم المجتمع كله. وقوله فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، أي لعدم قيام أحد بفرض الكفاية، وظاهر ذلك أن المخاطب بفرض الكفاية الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وهو المعتمد عند الأصوليين. وقيل القول المقابل المخاطب به بعض مبهم، مش كل المكلفين، يعني في مذهبين في فرض الكفاية، هل في فرض الكفاية مخاطب به الكل فإذا قام البعض سقط الإثم، ولا هو مخاطب به البعض من الأول بس هذا البعض مبهم فالذي يقوم به تعين في حقه؟ مذهبان، المعتمد أنه مخاطب به الكل فإذا قام البعض، هو مذهبان عند الأصوليين يعني في فرض الكفاية، وهو المعتمد عند الأصوليين أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع لكن إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. والمقابل لي، المذهب المقابل لي، المخاطب به بعض مبهم يعني غير محدد، كما يعلم من جمع الجوامع، كتاب كبير في أصول الفقه اسمه جمع الجوامع للإمام السيوطي ذكر فيه المذاهب المختلفة في هذا الأمر. قوله ولو علم به واحد فقط أي دون غيره، وقوله تعين عليه أي صار فرضا عينيا عليه، يبقى فرض عين عليه بأنه ياخده دي، لأنه هو الواحد اللي شافه ياخده، حتى لو مش هيربيه يوديه للشرطة يوديه للملاجئ. الوقت المجتمع عندنا عامل ملاجئ، فأنت ممكن تاخده وتوديه الملجأ، يبقى أنت كده عملت مهمتك، سبتوش يموت ولا حيوان مفترس يجي يعوره. يبقى يا إما هتاخده أنت وتربيه وتاخد ماله بعد كده وتشهد انك انت التقطته، علشان بعد كده اما تروح للهيئة اللي بتنفق على هؤلاء اللقطاء تدي لك ما هي شاري عشان تنفق على الولد، فيبقى لازم تشهد في الحالة دي، تشهد علشان تستطيع انك انت تستخلص من الحاكم او من الجهة المسؤولة عن النفقة عليه نفقة تربيته وكفالته، وإلا ممكن أنت تتبرع بقى وأنت لك ثواب كبير تاخده أنت وتنفق من جيبك، لكن لا تنسبه لنفسك وتعتبره ابنك بالاسم والنسب، لأن هذا في خلط للأنساب، ولكن يعني تجعله منسوب. إما لو عيلته معروفة، لو الولد مثلا اسمك يا ولا كان بيتكلم مثلا وقال لك أنا اسمي محمد وأبوك اسمه إيه عبد الله وجدك اسمه إيه يا ابني اسمه محمد، خلاص يبقى اسمه محمد عبد الله محمد، تعمل له شهادة ميلاد باسمه وخلاص، وتريح نفسك ويعيش معاك كأنك انت ابوه بالتربية، ويعرف كده انك انت مش ابوه الحقيقي، ابوه الحقيقي ضايع ومش لاقيينه ومش عارفينه، وان ده ابنك بالتربية وليس بالنسب. لو ما يعرفلوش اسم خالص فهو بيسميه وبعدين ينسبه لأي اسم تاني مجهول، مش لنفسه، ما يثبتوش في بطاقته ان ابنه، لأن التبني بهذا المعنى حرام في الشرع الشريف، لكن التبني بمعنى التربية مطلوب شرع، انك انت تتبنى يعني تربيه ده شيء مطلوب، انما تتبنى تدي له اسمك ويبقى زي ابنك اللي من صلبك
هو ده اللي منع عنه في الشرع الشريف، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والحفظ على الأنساب مقصد شرعي من مقاصد الشرع. ودي من مزايا مجتمعات المسلمين إن أنسابهم محفوظة، إنما تروح في أوروبا تلاقي ولاد حرام بلغة المصريين يقولك أوروبا دي وأمريكا كلهم ولاد حرام جايين بزنا وبغير زواج، فكل المجتمعات دي بالملايين ولاد حرام أنسابهم مختلطة، واخد بالك؟ إنما إحنا الحمد لله ولاد حلال، كل بلاد المسلمين أولاد حلال جايين من عقد شرعي منضبط وأنساب محفوظة مسلسلة بزواج وقران. ودي وعشان كده النبي كان حتى يعني بيمتن على الناس في نسبه الشريف، يقول أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح، من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي. فدي تعتبر إيه من النعم الكبيرة اللي النبي كان بيذكر ربنا أنعم عليه في نسبه الشريف إنه كان كده إلى أن وضعته أمي. فكذلك أمة النبي تجد بلاد المسلمين أولاد الحرام فيهم قليلين جدا بالنسبة لبره، يعني لما تلاقي مجتمع فيه 100 مليون مسلم هتلاقي فيهم مثلا كام؟ قول 1 مليون مجهول النسب أولاد زنا. إنما هناك في أوروبا لو مجتمع 70 مليون هتلاقيهم مثلا 10 مليون بزواج شرعي و60 مليون أولاد زنا. فالمجتمع مختلف منقلب. فمن نعم ربنا علينا إن من مقاصد شريعتنا الحفظ النسب. ولو علم به واحد فقط أي دون غيره تعين عليه، أي صار فرضا عينيا عليه، فمحل كونه فرض كفاية حيث علم به أكثر من واحد كما مر. قول ويجب في الأصح وهو المعتمد، المعتمد يعني اللي عليه الفتوى، والأصح دليل إن في وجه آخر مقابل له ليس عليه الفتوى. وقول الإشهاد على التقاطه، يبقى يجب الإشهاد على الالتقاط، أي خوفا من أن يسترقه اللاقط، لأن كان زمان في حاجة اسمها الرق، فممكن هو لو خده من الشارع يكبر عنده على أنه عبد عنده بعد شوية يبيعه، فإيه لما يشهد يوم يفضل حر، يبقى حماية له في المستقبل ألا يسترقه اللاقط. ولو كان ظاهر العدالة، ولو كان حتى اللاقط ده ظاهر العدالة ومش هيعمل كده برضو يشهد. وفارق الإشهاد على التقاط اللقطة، الإشهاد على التقاط اللقطة مستحب هناك إنما في الطفل هنا واجب. إيه الفرق بينهم؟ بأن الغرض منها المال غالبا، في اللقطة الثانية الغرض منها المال غالبا، والإشهاد في التصرف المالي مستحب، والغرض منه هنا في الصبي حفظ حريته ونسبه، فوجب الإشهاد من أجل الحرية والنسب. كما في النكاح فإنه يجب الإشهاد عليه لحفظ النسب، نسب الولد لأبيه وحريته، زي ما قلنا أن الشهود في النكاح واجبة، لأن بالشهود دول بيثبت أن العقد صحيح، يوم ينسب الأبناء لأبيه بناء على هذه الشهادة. كذلك في الالتقاط يجب محافظة على نسبه حتى لا ينسب إلى ملتقطه ويظن أنه ابنه أو أنه يسترقه في المستقبل فتختلط الأحوال، لحفظ حريته ولحفظ نسبه وجب الإشهاد، بخلاف لقطة المال يستحب الإشهاد ولا يجب. وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط، والسبب الثاني في ان اللقطة العادية يستحب فيها الإشهاد ان بيشيع أمرها لأنك انت واجب عليك تعريف، فلما بتعرفها خلاص، انما اللقيط مش واجب عليك تعريف، يجب الإشهاد لكن مش مهم الإشهار، واضح؟ فيقوم يجبر هذا بأنه يوجبه بدل ما يخليه مستحب، ولا تعريف في اللقيط. ويجب الإشهاد على ما معه من المال تبعا له، كمان افرض وجد اللقيط ووجد مربوط في رقبته ايه رزمة من الأموال المالية أو جوهرة ثمينة تباع ب200-300 ألف جنيه، أو بمثلا ورقة فيها عنوان عقار ملك لهذا الصبي،
اي شيء من هذا، يبقى يجب الاشهاد على المال اللي وجده معه عشان كمان ما يكونش سبب انه يضيع مال الولد، ويجب الاشهاد على ما معه من المال تبعا له، يعني تبعا للقيط، وان كان لا يجب الاشهاد على المال وحده، يعني لو وجد مال وحده من غير طفل مش واجب عليه الاشهاد، ده يستحب زي ما قلنا، لكن لما يبقى المال ملحق بالطفل وجب الاشهاد على المال كما يجب الاشهاد على الطفل. فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ. طب لو ما اشهدش وجد اللقيط وما اشهدش والناس بلغت عنه، يقوم الحاكم يجب في حق الحاكم انه ينزعه منه لانه غير امين عليه. واضح؟ فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ بل ينزعه منه وجوبا الحاكم، يعني يجب على الحاكم انه ينزعه منه لانه غير امين عليه. دون الآحاد، مش احنا اللي نروح ناخده منه بالخناق، لا ده احنا نبلغ عنه الحاكم والحاكم هو اللي ينزعه منه بحكم قضائي. واضح؟ ولا ينافي هذا قول بعضهم جاز نزعه، لأن الجواز بعد امتناع يصدق بالوجوب، يعني لما يقول لك امتنع فجاز أخذه يبقى إذا امتنع اللي يجيز منع الامتناع الواجب، ادي المعنى، عشان كلمة جاز أخذه بعد امتناعه معناه وجب أخذه. والفرق بين هذا حيث اختص بالحاكم دون الآحاد وبين أخذه ابتداء، احنا قلنا أخذه من غير العدل واجب ولكن بفعل الحاكم، لكن أخذه من قارعة الطريق واجب بفعل اللاقط. واضح؟ مش عايز حكم محكمة عشان ألتقطه من الطريق، لكن هنا عايز حكم محكمة عشان أخذه من غير العدل. الفرق بينهم إيه بقى؟ والفرق بين هذا حيث اختص بالحاكم دون الآحاد وبين أخذه ابتداء حيث جاز للآحاد، أنه هنا في أخذه من غير العدل وجدت يد، يعني في حيازة، يعني هو بيحوزه، إنما هو في الطريق ما فيش حيازة. واضح؟ فلما كانت له يد عليه وحازه لا تستطيع أن تأخذه منه لوجود قوة اليد اللي هي الحيازة، فلا تكون إلا بحكم حاكم حتى تتعدى على حيازته بحكم الحاكم. واضح؟ وجدت يد يعني حيازة، والنظر فيها حيث وجدت إنما هو للحاكم، بخلاف ما إذا لم توجد وهو لسه في الشارع في الطريق فإنه في حكم المباح، فإن تأهل آخذه أي صار أهلا بأن تاب وأشهد لم يعارضه أحد، لأن ذلك بمنزلة التقاط جديد من حينئذ، كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق، وإنما يجب الإشهاد على لاقط بنفسه، أما من سلمه الحاكم له فلا يجب الإشهاد عليه بل هو مستحب، كما قاله الموردي وغيره. افرض أن اللاقط ده كان فاسقا فنزع منه ثم تاب، تصح ان الحاكم يرد اليه ويعتبر انه التقاطه ده التقاط جديد. واضح؟ بتوبته. ولما الحاكم يسلمه، زي في بعض مراكز رعايه الامومه والطفوله بيبقى عندهم اطفال لقطاء في وزارة الصحة حتى موجودة إلى الآن، فيقوم يجي ناس بتاخده من المركز، يشترط أن الأسرة اللي تاخده تبقى أسرة مسلمة لأن إحنا بلد إسلامي، فما ينفعش يجي يلتقطه واحد غير مسلم لأنه هيطلعه غير مسلم، وإحنا بلد إسلامي، هنيجي نتكلم في موضوع ديانته بعد كده.
فالقانون المعمول به في مصر الآن إن اللقيط طالما مصر بلد إسلامي وأغلبيتها مسلمين يبقى لا يلتقط الملقوط غير معلوم الأهل. لو معلوم الأهل ولقيناه ملقوط وعليه صليب دقه في إيده خلاص عارفين ديانته بقى من شكله إن أهله كانوا مسيحيين، ساعتها نديله الكنيسة تربيه. لكن إحنا بنتكلم على طفل مش معروف مين أبوه مين أمه وما فيش علامة تدل على إنه غير مسلم، يبقى نحكم بإسلامه لأن البلد إسلام. يبقى اللي يلتقطه من يد الحاكم ليربيه لابد أن يكون مسلم، وطالما خده من يد الحاكم لا يجب الإشهاد لأن هيبقى فيه أوراق مثبتة بقى مش بتقوم بمحل الشهود، واضح؟ إنما لما هياخده من غير أوراق يبقى يجب الإشهاد. فهمت الفرق بين دي ودي؟ هل لو كان هذا الطفل نصرانيا ثم أخذناه وتربى عندنا هل علينا بالاسم لله؟ هتربيه هيطلع ايه؟ مسلم طبعا لأنه لسه طفل لا يعلم. هو أصلا حكمه طالما أنت تعرف إن هو من أصل مسيحي يطلع على أصله لحد ما يكبر ويتميز تعرض عليه الإسلام، حبه يبقى مسلم، ما حبش الإسلام خليه زي ما هو. فهمت؟ لكن لما يبقى الطفل صغير ملوش ديانة في بلد مسلم يطلع مسلم ما بتعرفش عليه الإسلام، ده هو بيطلع مسلم كده. فهمت الفرق؟ هتيجي المسألة دي هنناقشها بقى. أما من سلمه الحاكم له فلا يجب الإشهاد عليه بل هو مستحب كما قاله الماوردي وغيره. قوله: وأشار المصنف لشرط الملتقط أي الذي هو أحد الأركان كما مر. وقوله بقوله متعلق بأشار. قوله: ولا يقر بالبناء للمفعول أي لا يترك اللقيط. وقوله: إلا بيد أمين أي عدل ولو مستور العدالة. يعني إيه عدل ومستور العدالة؟ يعني إما تسأل عنه في الحي بتاعه مش معروف عنه إنه حاجة وحشة ولا معروف عنه إنه حاجة حلوة، يعني لا معروف إنه سمعته سيئة ولا سمعته طيب، راجل مستور الحال كده، ده اسمه مستور الحال. في ناس تبقى مشهورة العدالة تسأل عليه: ده راجل صالح، ده ما بيفتوش فرد، ده راجل من حفاظ القرآن، ده راجل من أهل، ده مشهور. في واحد تاني مستور العدل، وفي واحد مشهور الفسق تسأل عنه يقول لك: لا ده راجل مدمن مخدرات، ده سكير، ده عبيد، ده حرامي، ده من الفلول، اي حاجة بقى. العصر بتاعنا بقت فيه طلعت كلمة الفلول دي كمان، ده تسقطه من العدل مش كده برضه؟ إلا بيد أمين أي عدل ولو مستور العدالة. والمراد به عدل الرواية، وعدالة الرواية اللي هي المقصود بها إيه؟ الديانة والحفظ، بدليل ذكر الحر بعده، وبدليل أنه يشمل الأنثى، ومحصل أوصافه أنه هو المسلم الحر الرشيد العدل اللي هو الأمين. كلمة الأمين دي تفكها تطلع مسلم رشيد عدل حر، يبقى كلمة أمين دي تفكها تطلع أربع حاجات. فهمت بقى؟ أما تفك كلمة عدل تطلع إيه؟ مسلم حر رشيد، يعني في سن الرشد، عدل يعني ما ينفعش صبي يلتقط صبي ونسيب واد عنده 10 سنين يلاقي طفل رضيع نقول له خده انت ربيه، 10 سنين ده ما ينفعش لأنه مش رشيد. واضح؟ ولذلك قال الشارح بعد قول المصنف أمين: حر مسلم رشيد، فلا يصح لقط من اتصف بضد ذلك، لأن حق الحضانة ولاية وليس هو من أهلها، فلا يقر معه اللقيط بل ينزع منه. نعم، لو أذن لرقيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه، يعني لو أذن السيد المالك للرقيق إني يقول له للواد الرقيق اللي عنده التقطه أنت وحربيه أنا وهو عندك، يعني هو حينفق عليه ويرعاه بس حيبقى في يد مين؟ الرقيق بإذن السيد. واضح؟
نعم لو أذن لرقيقه غير المكاتب، لأن المكاتب في بعد فترة هيبقى ليه ذمة خاصة وقد يكون غير أهل، واضح؟ فإيه غير المكاتب في لقته أو أقره عليه فهو اللاقط، فهو اللي هو السيد، هو هنا تعود على السيد. ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية كأنه بالوكالة، بخلاف المكاتب. ليه المكاتب؟ لاستقلاله، فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا، لأن المكاتب له هو ليه دي في النص بين واحد ليه ذمة وواحد مالوش ذمة ماليه، واخد بالك؟ يعني يصح تملكه أو لا يصح تملكه، لسه في الوسط. المكاتب اللي هو بيشتري نفسه لسه من سيره ولم يتم تحرره، بخلاف المكاتب لاستقلاله فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا، لاشتراط الحرية، والحرية لابد تبقى كاملة، والمكاتب قن ولو عليه دينار من تم، يفضل قن رقيق يعني. وهي معدومة في المكاتب، فإن قال له السيد التقط لي فالسيد هو اللاقط. والمبعض كالرقيق، المبعض اللي هو ايه؟ بعضه حر وبعضه يعني يملكه ثلاثة، فاثنين منهم حرروه، اتبقى تلت رقيق اسمه مبعض، فيبقى عنده يومين حر ويوم مش يروح رقيق عند التاني، يومين حر ويومين رقيق، ده المبعض. والمبعض كالرقيق، فإن أذن له سيده في لقته أو أقره عليه فهو اللاقط، سواء كان هناك مهايئة. المبعض كأنه بالضبط رقيق، لأن احنا عايزين الحرية كاملة فيهاش تبعيد، فلما يجي يلتقطه يبقى بإذن سيده برضه. فإن أذن له سيده في لقته أو أقره عليه فهو اللاقط، سواء كان هناك مهايئة أم لا. المهايئة يعني إيه؟ يعني عارف الأيام اللي هو بيبقى فيها حر والأيام اللي يبقى فيها عبد، زي النبطشيات كده، عارف أنت لما تبقى عندك نبطشية مثلا أو وردية في مصنع أو نبطشية في مستشفى، فعارف أيام شغلك وأيام راحتك، دي اسمها المهايئة، واضح؟ فلو كان حتى فيه مهايئة وهو وجده في أيام راحته حريته برضه ما ينفعش إلا بإذن سيده، لأن الحرية لا تتباعد، ده المباعد. سواء كان في مهيئة أو ما فيش مهيئة الحرية لا تتباعد، واضح؟ سواء كان هناك مهيئة أم لا. وإن لم يأذن له سيده لم يصح لقطه، ولو في نوبته إذا كان هناك مهيئة على المواد لا يصح لقطه، ولو كانت في نوبة حريته، واضح؟ برضو طالما سيده ما أذنش له على المعتمد، لأن المغلب هنا الولاية وهو ليس من أهلها لنقصه بالرق، ولو ازدحم أهلان للقط على لقيط قبل أخذه، بأن يعني اتنين عدول أهلان، يعني اتنين عدول أهل للإيه؟ أو أمناء يعني. لو اتنين أمناء كل واحد يقول لك لا أنا اللي عايز التقط، تاني يقول لا أنا اللي عايز التقط، أو اتنين اتخانوا قال لك أنا اللي التقطته الأول، وده قال لك لا أنا التقطته الأول، فبيقول لك ولو ازدحم أهلان يعني تنافس أهلان يعني عدلان أو أمينان للقط على لقيط قبل أخذه، بأن قال كل منهما أنا آخذه وحصل خلاف عين الحاكم من يراه، يوم الحاكم يخش يختار المناسب فيه بنظره هو. ولو من غيرهما كمان، واضح؟ إذ لا حق لهما قبل الأخذ، لأن ما فيش يد لسه امتدت، أما بعد أخذه يعني إيه؟ تنازع أهلان بس بعد أخذه، واحد خده والتاني بيتخانق، يوم الحاكم يعمل ايه؟ يدي لي اللي خده في ايده لان له يد.
أما بعد أخذه فيقدم سابق فيما إذا أخذاه مرتبا لسبقه، وإن لقطه في وقت واحد بقى يبقى الصورة مرة قبل ومرة مرتبة ومرة في وقت واحد، بيمدوا ايديهم في لحظة واحدة. وإن لقطاه معا قدم غني ولو بخيلا على فقير، لأنه قد يواسيه ببعض ماله أو لا يطمع في مال اللقيط إن كان له مال يعني. يبقى لو كانوا بياخدوا مع بعض وتنازعوا يقدم الغني على الفقير، ولو كان الغني بخيل، لأن ربما يكون يواسيه بعض ماله إن لم يكن له مال، أو إن كان له مال فالغني أو عينه مليان يحافظ على مال اللقيط. وعدل باطنا ولو فقيرا، ويقدم العدل اللي باطن يعني باطن العدالة غير ظاهرها يعني، ولو كان فقيرا على مستورا على مستور احتياطا، يعني واحد عدل في باطنه يعني ايه؟ يعني مش مشهور العدالة وكان فقير والتاني مستور، فيقدم العدل على المستور لأن المستور ده محتمل أو لا، واضح؟ احتياطا للقط، فإن استويا في كل حاجة أقرع بينهما، يعني يعمل قرعة، ويجوز نقله من محل لقطه لمثله أو لأعلى منه لأدنى، لمثله أو لأعلى منه لا لأدنى، ما ندوش لواحد مستوى أقل لأنه اتعود على أنه يتربى في بيئة معينة، فما خدش الطفل بعد ما تربى في بيئة عالية أدي لواحد في بيئة أدنى. فللاقط نقله من بادية وقرية وبلد لمثلها، يعني تربى اللقيط ده في قرية ما ينفعش أنقله في إيد لقيط في بادية، القرية أعلى من البادية، ولو كان اتربى في مدينة ما ينفعش أدي الواحد في قرية لأن المدينة أعلى من القرية، وهكذا. ومن بادية لقرية ومنهما لبلد لأنه أرفق به، لا نقله من قرية أو بلد لبادية أو من بلد لقرية لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة في البادية، يعني لا هيتعلم دينه ولا هيتعلم صنعة لما ينشأ في البادية. نعم، لو نقله من قرية أو بلد لبادية قريبة، لو كانت بادية قريبة يعني يسهل، يبقى كأنه هو لسه فيه ممكن يروح ويجي، بحيث يسهل المراد منهما جاز على النص وقول الجمهور. قوله حر في تعريف الأمين، ولا يقر إلا بيد أمين حر مسلم رشيد، حر أي كله بخلاف من به رق ولو مبعضا أو مكاتبا كما علم مما مر. وقوله مسلم بخلاف الكافر، لكن لكافر لقط كافر، يعني ممكن نقر الكافر على لقط اللقيط إن كان التقط لقيط كافر، زي ما قلت لك واد دائق صليب على إيده ولقى واحد مسيحي نسيبه في إيده خلاص، ما هم زدتهم في دائقه وخلاص وخلص، فهمت بقى؟ أو في بلاد كفار، أو التقطه في بلاد كفار وهو كافر، واضح؟ بخلاف الكافر، لكن لكافر لقط كافر بأن وجده في بلاد الكفار التي ليس بها مسلم، يشتر بلاد كفار ما يبقاش فيها مسلم، لما بينهما من الموالاة، لأن الكافر ولي للكافر، فإن وجد معه بالبناء للمجهول فقوله مال نائب فاعل، فإن وجد معه مال أي اللقيط، معه هنا الضمير يعود على اللقيط تفسير للضمير، والمعنى فإن وجد اللاقط، فإن وجد اللاقط مع اللقيط مالا يخصه كدنانير عليه محطوطة عليه أو تحته نايم عليه، ولو منثورة ولو مفرقة في ثيابه وثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو مفروشة تحته ودار هو فيها وحده،
يعني وجده في شقة مقفولة وهو قاعد فيها لوحده وبيعيط مفيش حد، تبقى الدار دي دار الولد. وحصة منها إن كان معه غيره أو موجود في حجرة في دار، والحجرة دي خاصة بيه، أي معنى حصة إن كان وحصة منها إن كان معه غيره بحسب الرؤوس بخلاف المال المدفون تحته ولو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له، نعم أنه له، بخلاف المال المدفون تحته ولو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له. بيقولك يعني المال لو كان مدفون في الأرض، مدفون في الأرض تحت اللقيط، حتى لو كان معاه ورقة بتقول إن المال المدفون ده تبعه برضه ما يثبتش ليه، يثبت للقيط لو كان في هدومه نايم عليه، لكن مش مدفون. المدفون يبقى ليه حكم الركاز، فهمت؟ ولو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له، نعم إن حكم بأن المكان له، لو كان المكان ملكه فهو له كالمكان، المدفون يبقى ليه لو كان المكان ملكه. وبخلاف المال الموضوع بقربه، والمال الموضوع بقربه بجواره يعني على بعد خطوة، لا عليه ولا مربوط فيه ولا حاجة، يبقى ده مش تبعه، ده لقطة أخرى، فإنه ليس له كالبعيد عنه، بخلاف الموضوع بقرب المكلف له، بقرب المكلف، لأن له رعاية دون غير المكلف. لكن لو المال موجود بقرب مكلف، يعني واحد كبير رشيد حاطط حاجة جنبه، تبقى الحاجة اللي جنبه بتاعته، لكن لما يبقى طفل رضيع وجنبه حاجة مش بتاعته، واضح؟ يبقى المكلف لما يبقى جنبه حاجة لأنه يستطيع أن يحميها، يبقى حطيتها جنبه وعينه عليه وتبقى ملكه. لكن الصبي الذي لا حراك له وصبي رضيع وجنبه مال، ما قدرش يثبت أن المال ده ملكه عشان جنبه، واضح؟ عشان كده بيقول لك إيه، بخلاف الموضوع بقرب المكلف، يعني بخلاف المال الموضوع بقرب مكلف، لأن له رعاية، لأن المكلف له رعاية يقدر يرعى ماله وهو جنبه، دون غير المكلف اللي هو الصبي الذي لا قوة له في دفع غيره عن أخذ المال البعيد عنه. أنفق عليه الحاكم منه، لو كان اللقيط ده مع مال يشهد على المال ويشهد على اللقيط عشان ينفق من المال ده على اللقيط في تربيته. أنفق عليه الحاكم منه أي أو مأذونه اللي هو بإذن الحاكم. وقول ولا ينفق الملتقط عليه منه، يعني من مال اللقيط، إلا بإذن الحاكم، أي لأن ولاية المال لا تثبت لغير الأب والجد من الأقارب، بل يقوم الحاكم مقام الأب والجد عند فقدهما ولو مع وجودهما من الأقارب، فالأجنبي أولى بذلك، فإن لم يجد الحاكم أنفق عليه. يعني بيقول لك إذا كان الأقارب لا يثبت لهم ولاية على المال، يبقى الأجنبي اللي هو اللاقط ده من باب أولى، ما يبقوش له ولاية على المال، واضح؟ فالأجنبي اللي هو اللاقط مش قريب للصبي الملقوط أولى بذلك في الحكم، يعني أنه لا ولاية له على المال. فإن لم يجد الحاكم أنفق عليه، طب افرض ما وجدش الحاكم وكان في بلد ما فيهاش حاكم زي بلدنا الوقتي، فاش حكومة، يعمل ايه؟ ينفق ويشهد لحد ما يبقى في حكومة، يقول لهم اهو الحساب اهو، واضح؟ فإن لم يجد الحاكم أنفق عليه بإشهاد في كل مرة، كما صرح به ابن الرفعة نقلا عن القاضي مجلي ابن جميع ابن نجا المخزومي. القاضي مجلي ده مصري شافعي له كتاب اسمه الذخائر في الفقه الشافعية مشهور، الذخائر، وكان هو يعني مرجع الفتية في ديار مصر، مات سنة 550 هجرية، وقبل ما يتولى قاضي القضاء كان ساكن في قليوب في مصر، كويس؟ ده القاضي مجلي. وأقره
أقره ابن الرفع على الكلام ده يعني. ابن الرفع أنا قاله من عن القاضي مجلي اللي هو اسمه أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا المخزومي، وأقر عليه ابن الرفع. قال العلامة ابن حجر اللي هو الهيتمي، مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر في كتب الفقه يبقى ايه الهيتمي. وفيه من الحرج ما لا يخفى، من الحرج ما لا يخفى. ليه؟ يقول لك وانا كل ما هنفق على الواد هجيب له سندوتش، هجيب له حاجه، اجيب شهود، ما كده هيتعب، فيها حرج الحكايه دي. كويس. يبقى الامام الهيتمي ابن حجر الهيتمي قال حكايه الاشهاد دي في غياب الحاكم مرهقه شويه، واخد بالك. واعتمد العلام الرملي وجوبه في المرة الأولى فقط، قال لك يجب الإشهاد بس في أول مرة، إن أنا حنفق عليه يا جماعة وخلاص، وبعدين بعد شهر يظهر الحاكم يبين له كشف حساب، إنما مش في كل نفقة. واضح؟ وهو اللائق بمحاسن الشريعة، اللي هي محاسن الشريعة رفع الحرج وعدم التضييق. وعلم من ذلك أن الإشهاد في الملتقط عند فقد الحاكم، فذكر المحشي له في الحاكم نفسه، فذكر المحشي له في الحاكم نفسه غير ظاهر، فإن أنفق عليه بدون ذلك ضمن. وعلم من ذلك أن الإشهاد في الملتقط عند فقد الحاكم، فذكر المحشي له، فذكر المحشي له في الحاكم نفسه غير ظاهر، فإن أنفق عليه بدون ذلك ضمن. لو أنفق بدون إشهاد يضمن. واضح؟ يضمن يعني إيه؟ يعني المال لو نقص يكمله هو من جيبه. قول وإن لم يوجد معه، أي لقيت مال، أي وإن لم يجد اللاقط مع اللقيت مالا، قوله فنفقته كائنة في بيت المال أي من سهم المصالح. وقولك الوقف على اللقطة أي والوصية لهم، فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم منه اقترض عليه الحاكم، الحاكم يقترض لي وأنفق عليه مما اقترضه، فإن تعذر الاقتراض وجبت نفقته على الموسرين قرضا سلفا يعني بالقاف عليه إن كان حرا، وإلا فعلى سيده. والمراد بالموسر مين هو الموسر بقى؟ من يملك زيادة على كفاية سنة، كذا قال المحشي. يعني أنت بتحتاج في السنة 30,000 جنيه وأنت عندك رصيد 100,000، تبقى أنت موسر. طب أنت معك 20,000 لكن بتحتاج في السنة 30، تبقى مش موسر في الشرع، حتى ولو بتشتغل كل يوم وبتكسب. واضح؟ باعتبار الرصيد اللي عندك. والموسر من يملك زيادة على كفاية سنة، كذا قال المحشي. قال الشيخ عطية والأوجه ضبط الموسر بمن يأتي في نفقة الزوجة فلا يعتبر قدرته بالكسب، ويوزعها الإمام، يوزع النفقة على مياسير بلده، على أغنياء بلده، فإن شق التوزيع فعلى من يراه الإمام منهم، فإن استووا في نظره تخير، وهذا إن لم يبلغ اللقيط، فإن بلغ اللقيط بقى فمن سهم الفقراء والمساكين بقى، لأنه بقى فقير، أو الغارمين أو المدينين يعني. ونقف على تتمة نقرأها المرة الجاية اللي هي هتتكلم على إيه ديانته، إزاي يطلع وإزاي إيه يعني، متى نقر على إنه يطلع كافر، أو متى يجب أن يكون مسلما. نقرأها في التتمة إن شاء الله يوم الاثنين القادم، ونسأل الله أن يزيح الفتنة التي وقعت في ديار المسلمين وفي ديارنا، وأن يعيد الأمن والأمان لبلادنا، وأن يخلصنا من الظالمين ومن القاتلين المجرمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا. هي بنت، يعني بنت، فكيف انه 10 مرات هيربيها بنت لحد ما تكبر وتبقى من اهل العوره، ثم بعد كده يضرب عليها الحجاب. بس يعني عايز معانا